ولكن نسبة المشاركة دكتور زيد هي تشرح لنا عن مزاجية الشعب العراقي. يعني حينما كان مجرد المشاركة في الانتخاب تعني الموت، العراقيين شاركوا بنسبة 80%، كانت حالة من التحدي شكلها المخيال المجتمعي العراقي الذي تحدى المفخخات يعني كانت عملية الانتخاب في عام 2005 أشبه بالموت، وكان العراقيون يتحدون ويذهبون للموت. الآن الحالة الأمنية يعني شبه مستقرة، الدولة العراقية هناك حالة من التوافقية التي تضبط الأمن الداخلي العراقي، ولكن نشاهد نزول يعني تآكل رأس مال النظام السياسي العراقي بقلة، هذا مؤشر قلة وازدياد نسبة المشاركة. ولكن أنا أذهب أبعد شوية، أنا أقول لا، أنه هناك حالة من الرعب الضمني وهناك حالة من المعاقبة الضمنية، ربما المقاطعون الذين لم يشاركوا بهذه الانتخابات وساهموا بضعف نسبتها هم يخافون أن يعلنوا رفضهم لهذه الكتل، ولذلك قرروا المقاطعة بهدوء وصمت والجلوس بالبيوت. ربما كانوا يخشون أنه يعني كانت حاضرة دماء الشهداء أمامهم، الطرف الثالث الذي اغتال أبنائهم. يعني هي أعذار كثيرة أستاذ أحمد، ناس مقاطعة اعتراضا على النظام السياسي وعلى ما أنتجه من فساد، ناس مقاطعة لأجل تشرين وتقول لك احتراما لدماء الشهداء، لكن بالنهاية يعني هناك عملية سياسية وهناك تمثيل لتشرين. الحظ يعني من خلال مواقع التواصل يعني عبرنا مرحلة الترويج، ولكن التصويت لجمهور تشرين لحركة امتداد أنا لاحظت مألوف على مواقع التواصل الاجتماعي. هل هو من غير المعادلة باختصار؟ ربما يعني طبعا هناك حضور تشرين في الانتخابات، ولكنه حضور حذر مناطقي، يعني متعلق مثلا ليس بكل المحافظات العراقية، ربما بالناصرية أو المحافظات الجنوبية التي انطلقت من هذه. هذا طيب. يعني انا تابعت بعض الاخوه من الناصريه راسلوني قبل ان ادخل مع جناب الدكتور، ولكن بشكل عام الموضوع متعلق. انا اعتقد انه نحن نعيش ازمه قيم سياسيه، ولذلك يجب ان تحضر القيم السياسيه لكي تكون حد فاصل في هذا النزاع الحاصل بين الدوله والمجتمع. انا اعتقد انه يجب ان تكون الانتخابات تفرز حاله تسويه وليس حاله نجاح.